نشرة المنتصف من قناة الجزائر الدولية. وفي العناوين: قتلى وجرحى بانفجار هز العاصمة الصومالية مقديشو. في ليبيا استبعاد أسماء ثقيلة والإبقاء على أخرى في سباق الرئاسيات. احتدام المعارك بإثيوبيا بين القوات الحكومية وجبهة تيغراي وواشنطن، تقول إن الدبلوماسية هي الحل. وفي الاقتصاد، بايدن يدرس خطوات جديدة وأوبك بلاس تتحدى. أهلا بكم إلى التفاصيل. قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وجرح نحو 20 آخرين في انفجار عنيف هز صبيحة اليوم العاصمة الصومالية مقديشو. وقالت مصادر من الشرطة بحسب ما نقله موقع هيران المحلي إن 8 أشخاص تأكدت وفاتهم في الحادث، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان الطلاب والمعلمون من بين الضحايا. وقد تم تدمير أقسام من مدرسة المقاصر خلال الهجوم الذي وقع بالقرب من المدرسة. وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنها استهدفت المدربين الغربيين الذين كانوا يغادرون قاعدة جوردون العسكرية في طريقهم إلى معسكر قاعدة هالان الواقع في محيط مطار آدم عدي. قالت الولايات المتحدة الأربعاء إنه لا حل عسكريا للنزاع في إثيوبيا، وإن الدبلوماسية هي الخيار الأول والأخير والأوحد لوقف الحرب الأهلية الدائرة، في وقت توجه رئيس وزرائها أبي أحمد إلى الجبهة لقيادة القوات الحكومية في قتالها ضد متمردي التيغراي شمال البلاد. لنلتقي في جبهة القتال، عبارة رددها رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بعد أن خلع زيه المدني وارتدى بزته العسكرية، عاقدا العزم على قيادة العمليات العسكرية بنفسه بعد أن استشعر خطورة الموقف على الأرض. خطوة أبي قابلتها دعوة أمريكية بأن لا حل عسكري للصراع في إثيوبيا إلا طريق الدبلوماسية، لكن أبي يصم آذانه عن دعوات واشنطن التي يتهمها بالتآمر مع تيغراي وحلفائها لإسقاطه، كيف لا وهي التي تحتضن قيادتهم في العاصمة الأمريكية. على الأرض تحتدم المعارك على عدة جبهات، وتهدد قوات تيغراي وحلفائها بالزحف إلى العاصمة. تتحدث تقارير عن أنها باتت على مشارف أديس أباب، لكن السلطات تؤكد أن ما يعلنه المتمردون من تقدم عسكري وتهديد وشيك للعاصمة مبالغ فيه. تحاول جبهة تيغراي التوغل حتى بلدة ميلي بهدف قطع طريق حيوي يربط ميناء جيبوتي بأديس أبابا، غير أن قوات إقليم عفر الموالي للحكومة تصدت لها. يؤكد الرواية المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان قائلا إن الجيش الأثيوبي وجماعات مسلحة من الإقليم تمكنوا إلى حد الآن من وقف التحركات قوات تيغراي لقطع الممر، لكن القوات تمكنت من التحرك جنوبا صوب أديس أبابا التي بات يفصلها عن المتمردين 100 كيلومتر ليس إلا. تفشل الوساطة الأمريكية والإفريقية والأممية في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمتمردين لوقف الحرب الأهلية، فيذيق الخناق على أبي أحمد فيستغيث بشعبه لوقف زحف قوات تيغراي ومن والاهم. تتحدث آخر التقارير عن أن الإمارات دخلت على الخط وأنها أنشأت جسرا جويا لدعم الجيش الإثيوبي. يزداد المشهد خطورة وضبابية في البلاد، فتسارع الدول إلى حث رعاياها على مغادرة إثيوبيا بشكل فوري، من بينها فرنسا، ألمانيا، تركيا، أمريكا والمملكة المتحدة.
كشفت مفوضية الانتخابات الليبية عن قائمة أولية للمترشحين لرئاسية ديسمبر المقبل. القائمة استبعدت سيف الإسلام القذافي من الترشح للرئاسة، فيما تم قبول أكثر من 70 مترشحا من بينهم خليفة حفتر وعقيل صالح وعبد الحميد دبيبة. لم يفلح سيف الإسلام القذافي في اجتياز أولى عقبات ترشحه للرئاسية الليبية القادمة، إذ كان واحداً من بين 25 شخصاً طالما يقص مفوضية الانتخابات ملفاتهم على خلفية ما جاء في ردود النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية استناداً إلى مواد القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة. لكن المفوضية قبلت في المقابل ملف اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الذي سبق للمدعي العام العسكري طلب إيقاف السير في إجراءات ترشحه رفقة نجل القذافي إلى حين مثولهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع. وإذا كانت مفوضية الانتخابات قد قبلت ملف عسكري بثوبه المدني، فإن خليفة حفتر ليس وحده الاسم الأبرز في القائمة المنشورة، منهم الحليف في صورة رئيس مجلس النواب عقيل صالح، ومنهم الخصم السياسي أيضا في صور عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق ورئيس الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا، وكذا رئيس حكومة الإنقاذ الوطني السابقة في طرابلس خليفة الغويل، فضلا عن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد دبيبة على ما يقال في قانونية ترشحه. أسماء سياسية ثقيلة نجحت في تجاوز ما أخفقت فيه بدءاً شخصيات مستبعدة أخرى، لعل أبرزها وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة في طبرق عبد الهادي الحويج، ووزير الشؤون الاقتصادية بالحكومة ذاتها سلمى الغويل، وكذا رئيس وزراء ليبيا الأسبق علي زيدان، فضلاً عن نوري أبو سهمين آخر رئيس للمؤتمر الوطني العام. 73 مترشحاً أولياً للرئاسيات الليبية، عدد على كبره قد يعطي الأمل برأي مراقبين في أن تكون الانتخابات المزمعة بعد نحو شهر محطة حقيقية لبداية خلاص ليبيا من فوضى تلاحقها على مدار عشرية كاملة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من ليبيا الدكتور محمود إسماعيل الرملي، الباحث المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا بكم سيد الرملي. مرحبا، أهلا وسهلا بكم وبإذاعتكم الموقرة. أهلا بك سيد الرملي. بداية، ما هي أولى قراءتكم للقائمة المعلن عنها من قبل مفوضية الانتخابات؟ مع أن قانون الانتخابات كان معيبا ولا يزال ويجب أن يصحح، إلا أنه لزاما الإشارة إلى أن 25 الذين تساقطوا أو تاهوا جيد أن يتم إعمال قواعد القانون، خاصة وأن منهم من هو محكوم بالعدالة بالإعدام كسيف الأحلام، وأيضا من الناحية الثانية هناك أسماء لم يطلها ما يتعلق بعمليات الإزالة، ربما تكون فيما يتعلق بالطعون القادمة في 73 أو 72 ساعة القادمة. الأمر ينبئ على إمكانية إعمال بعض من القانون. إلى الآن الليبيون مصرون أو الوطنيون الليبيون مصرون على إزالة ركام حفتر الذي يحاول الولوج إلى العملية السياسية بعد أن فشل في دخول طرابلس بعملية عسكرية. ومن زاوية ثانية المؤشرات الأولى تدل دلالة واضحة على ضرورة التمسك الرملي فيما يتعلق بمبدأ الجنسية. هذا رأيكم سيد الرملي، نحترمه بكل تأكيد. طيب، في نظركم كيف تقرؤون ردود فعل المفوضية بخصوص طلب المدعي العام قبل أيام؟ نعم، المدعي العام عندما طلب وأكد على ما يتعلق بأن مرتكبي الجرائم خاصة المقابر الجماعية سيشرع فيها، أيضا إشارة إلى إمكانية الولوج للقضايا السابقة، خاصة ما نتكلم على رغبة أكيدة على أنه لا يمكن وصول هؤلاء إلى السلطة من زاوية، وأن القضاء سيلاحقهم من زاوية ثانية، وتأكيد إلى أعمال ما يتعلق بقواعد العدالة أو لعلها دغدغتها. واقع عملي أنه قد خسرت روسيا رهانها على سيف، ولم تربح أيضا الدول التي نصرته، وحفتر في الطريق، ولذلك الليبيون
مصرون على إمكانية بناء بأجسام وبأسماء جديدة. ويجب أن يقال بأن الواقع العملي في ليبيا حتى وإن كان هناك تشظي إلا أنها كانت خطوة إلى الأمام يتمنى أن تسرج بنجاح من خلال تعديل القوانين الانتخابية. نعم سيد الرملي، سيد الرملي، وماذا عن قبول ملف ترشح عبد الحميد دبيبة؟ عبد الحميد الدبيبة ربما شمل بطريقة أو بأخرى بالمادة 12، لكن إلى الآن لم يتساقط ما يتعلق أو لم يرد اسمه، ربما يأتي فيما بعد ربما في إدارة الطعون. ومع هذا الليبيا أكبر من الجميع، ولذلك يدرك الجميع بأنه ما لم يكن هناك طعون وما لم يكن هناك تساقط فيها ستكون هناك الورقة الرهيبة فيما يتعلق بالتساقط. أعتقد جازما بأنها ستكون ورقة الجنسية، هناك ممن يحملون جنسية دول أخرى، ربما سقط علي زيدان بشكل واضح، ولكن الآخرون كعارف النايب وغيره كثر من الذين هم ستساقطون حاليا. الدكتور محمود إسماعيل الرملي، الباحث والمختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. ذكرت صحيفة البايس الإسبانية أمس الأربعاء نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن مدريد سلمت الأسبوع الماضي مذكرة احتجاج إلى السفارة المغربية بسبب إقامة مزرعة لتربية الأسماك في المياه التابعة للجزر الجعفرية الخاضعة للسيادة الإسبانية. وقالت الصحيفة إنه رغم محاولة الحكومة الإسبانية في الأشهر الأخيرة تفادي الاحتكاك مع المملكة المغربية بهدف تجاوز أزمة دبلوماسية حادة لم تنتهي بعد بشكل نهائي، إلا أن وزير خارجيتها خوسيه مانويل الباريس اعتبر ما حدث احتلالا غير قانوني للمياه الإقليمية الإسبانية وتهديدا للبيئة وخطرا على سلامة الملاحة البحرية. وأشارت الصحيفة أن وزارة النقل الإسبانية فتحت تحقيقاً مع الشركة الإسبانية مورينوتا التي قامت بتوريد وتركيب الأقفاص البحرية لصالح الشركة المغربية صاحبة المشروع. قال مكتب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك في بيان أن حمدوك أمر بتأمين مظاهرات مقررة اليوم الخميس والشروع في إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين من لجان المقاومة. يأتي هذا في وقت دعت لجان المقاومة وقوى سياسية السودانيين إلى المشاركة في مظاهرات اليوم رفضا للاتفاق السياسي الموقع الأحد بين رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان. في ظل حراك الشارع وعدم وجود قوى سياسية تدعمه، يبدو أن المرحلة المقبلة من رئاسة عبد الله حمدوك للحكومة في السودان لن تكون كسابقتها. عبد الله حمدوك، الاتفاق السياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والدعم الدولي لم يشفع لحمدوك الذي بات يلقى رفضا واسعا لدى الطبقة السياسية جراء وجود شريك عسكري مرتاب من المدنيين ورئاستهم للسلطة بحسب مراقبين. كما يواجه رئيس الحكومة رفضا شعبيا طفى على السطح يوم توقيع الاتفاق، حيث نددت احتجاجات حاشدة بحمدوك واتفاقه وطالبت بحكم مدني كامل وإنهاء الشراكة مع المكون العسكري. دعمنا الكامل. الرفض الشعبي يبدو أنه آخذ في الازدياد مع دعوة لجان المقاومة وقوى سياسية إلى مظاهرات اليوم الخميس تنديدا بالاتفاق السياسي المبرم مع الجيش، حيث سبقها حمدوك بإصدار أمر يقضي بتأمينها والشروع في إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين من لجان المقاومة. سياسيا أعلنت مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي أن رؤساء وقيادات أحزاب في ائتلاف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي توافقوا على تشكيل لجنة لتوحيد المواقف في ظل تباين الآراء بينهم إزاء الاتفاق المبرم الأحد الماضي بين حمدوك والبرهان. من جهته اعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس أن الاحتجاجات المرتقبة في البلاد الخميس تمثل اختبارا لمصداقية الاتفاق السياسي الموقع الأحد بين رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان. علق رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على الأحداث وموجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق،
وكتب الكاظمي عبر تويتر: الأحداث المؤلمة الأخيرة بإقليم كردستان ولا سيما بالسليمانية العزيزة تستدعي موقفا مسؤولا من الجميع لحماية السلم الاجتماعي وإيقاف التدهور. وأضاف: التظاهرة السلمية حق مكفول دستوريا، والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان. طالب نواب أردنيون الأربعاء بعقد جلسة مستعجلة لمجلس النواب الأردني لمناقشة إعلان النوايا الذي وقعه الأردن والاحتلال الإسرائيلي للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه. وطالب الموقعون في المذكرة النيابية بعقد جلسة مناقشة عامة حول اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة ممثلة بوزير المياه مع العدو الصهيوني والإمارات بشكل مستعجل. ووقع الأردن والكيان الصهيوني في دبي الاثنين إعلان النوايا. أوردت وكالة الأنباء الرسمية أن دولة الإمارات أعلنت تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا. وأشارت الوكالة إلى أن الإعلان يأتي عقب المباحثات التي جرت الأربعاء بين أردوغان وبن زايد لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين. وأضافت أنه سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية التي على رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء. أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا اقتربت إيران بشدة من السلاح النووي. وجاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، قال فيها: إذا بدأوا في الاقتراب أكثر من اللازم من صنع قنبلة نووية، عندها طبعا لن نكون مستعدين للوقوف مكتوفي الأيدي. المبعوث الأمريكي لم يوضح ماذا يقصد باقتراب إيران جدا من الحصول على السلاح النووي، كما أنه لم يتطرق إلى الخيارات الأمريكية في هذه الحالة. أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول الخميس أن اللواء الإماراتي أحمد ناصر الدريسي الذي استهدفته عدة شكاوي بشأن التعذيب في فرنسا وتركيا انتخب في إسطنبول رئيسا للانتربول. المنظمة قالت على صفحتها الرسمية في تويتر: السيد أحمد ناصر الدريسي انتخب لمنصب رئيس الانتربول. منصب الرئيس هو في الأساس فخري في المنظمة، إذ أن الرئيس الحقيقي لها هو أمينها العام، لكن منظمات حقوق الإنسان والمسؤولين الأوروبيين المنتخبين عارضوا انتخاب الرئيس معتقدين أن ذلك سيقوض مهمة الأنتربول. قضى 27 مهاجرا على الأقل الأربعاء بعدما غرق زورقهم قبالة كالي خلال محاولتهم العبور نحو السواحل البريطانية في كارثة إنسانية غير مسبوقة استدعت من باريس ولندن اتفاقا على الضرورة الملحة لتعزيز التعاون بينهما. بحر الموش، أو بالأحرى مقبرة الموش، التي باتت تبتلع أرواح المهاجرين غير الشرعيين مجبرين غير مخيرين للوصول إلى بريطانيا، التي يرونها الأرض التي تمنحهم حلم العيش بسلام. 30 مهاجراً، من بينهم طفلة وخمس نساء، إحداهن حامل، لقوا حتفهم في حادث غرق زورق في قناة الموش شمال فرنسا. وهذه أكبر حصيلة تسجل منذ تنامي عدد عمليات العبور عبر الموش في 2018. كارثة إنسانية مؤلمة على طريق الهجرة استدعت من باريس ولندن اتفاقاً بصبغة طارئة لتعزيز التعاون بينهما لوقف هذه المآسي. وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانون أعلن من كالي شمال فرنسا عن اعتقال 4 أشخاص يشتبه في أنهم مهربو مهاجرين على علاقة بغرق الزورق، داعياً إلى رد فعل دولي قوي وجدي تجاه الحادثة.
رغم الخلاف المتصاعد بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية حول كيفية منع عبور المهاجرين الذي تزايد بشكل لافت في الآونة الأخيرة، فإن الواقعة دفعتهما اليوم إلى ضرورة إيجاد حلول ناجعة لاحتواء هذه الظاهرة. حتى وإن لم تحد جنسيات الغرق في هذا الحادث المأساوي، يبدو أن التصدي بحزم العصابات الاتجار بالبشر صار محتماً على أوروبا بشكل عام وعلى فرنسا، إيطاليا وبريطانيا بشكل خاص، هذه البلدان التي سجلت أجهزتها 15,400 محاولة عبور وإنقاذ 3,500 راكب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. ارتفع عدد إصابات الإجمالي بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 259 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5 ملايين وفاة، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضرراً، حيث تم تسجيل أكثر من 100,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 1,500 وفاة خلال الساعات الماضية حسب المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تليها الهند من حيث عدد الإصابات ثم البرازيل. بدورها حذرت السلطات الفرنسية من أن حالة انتشار فيروس كورونا في فرنسا من المرجح أن تزداد سوءا خلال الأيام المقبلة. تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في مستهل تداولاتها المبكرة اليوم بعد أن ارتفعت بقوة في الأسواق العالمية خلال اليومين الماضيين، متجاهلة قرارات دول كبرى لسحب مخزوناتها الاستراتيجية في تكتل منسق لكبح الأسعار، في وقت يستعد تحالف أوبك بلاس للرد على مبادرة الرئيس جو بايدن خلال اجتماعه الأسبوع المقبل لبحث الطلب والمعروض النفطية. تشتد جبهة كبار مستهلكي النفط في مواجهة تحالف أوبك بلس، وتتوسع رقعتها بانضمام الصين لمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن واللجوء لاستخدام احتياطي الخام الاستراتيجي في توافق نادر لقيادة أكبر اقتصادين في العالم. بكين التي لم تحدد موعد السحب أو كمية النفط المعنية بالعملية، اكتفت بتأكيد أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار أسواق النفط بعد سحب كميات من مخزونها الاستراتيجي من النفط الخام. وعلى خطى الصين والهند وقبلهما بريطانيا، كشفت طوكيو عن نيتها تنظيم مزاد علني لبيع نحو 4,200,000 برميل من مخزونها الوطني بنهاية العام الجاري، بما يعادل يوماً أو اثنين من الاستهلاك الداخلي من الخام. في الطرف الآخر من الحرب النفطية المستعرة، تكشف صحيفة وول ستريت جورنال عن مشاورات روسية سعودية قد تنتهي بإلغاء زيادة مرتقبة لتحالف أوبك بلس تضمن ضخ كميات بنحو 400,000 برميل يومياً من الخام اعتباراً من الفاتح ديسمبر المقبل. تحركات تؤشر إلى صلابة موقف أكبر منتجي للنفط في العالم في مواجهة حرب المستهلكين، مثلما ترسم ملامح الاجتماع المقبل للكارتل النفطي في 2 ديسمبر المقبل الذي يتجه على ما يبدو لتشديد سياسته الإنتاجية مدعومة بعودة سياسات الإغلاق العام وشكوك حول ضعف الطلب على الذهب الأسود. في أخبارنا الاقتصادية دائماً، أعلنت الإمارات الخميس التزامها الكامل باتفاق إعلان التعاون في مجموعة أوبك بلاس، نافياً وجود موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل للتحالف. وأفادت وكالة أنباء الإمارات نقلاً عن وزارة الطاقة الإماراتية تأكيدها أن أي قرارات ستتخذ بشكل جماعي من قبل المجموعة في اجتماعها المقبل. من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في وقت متأخر الأربعاء أن وزارة النفط أكدت في بيان التزام الكويت الكامل باتفاق تحالف أوبك بلس. في الثقافة، اختارت الهيئة المنظمة للمهرجان الدولي في دورته 7 للفيلم الوثائقي والروائي القصير بمدينة مدنين التونسية الفيلمين الجزائري الإنسان والمتحف للمشاركة في المسابقة التي ستقام في 10 و12 ديسمبر الجاري.
أعلنت الهيئة المنظمة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير في دورته السابعة بمدينة مدنين التونسية عن قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة التي ستكون في الفترة الممتدة ما بين 10 و12 من ديسمبر المقبل. وسقط الاختيار على الفيلم الجزائري الإنسان للمخرج عصام تعشيت الذي تروي أحداثه قصة طفل مصاب بالتريزوميا يحلم أن يشارك الأطفال الأصحاء في لعبة كرة القدم لكنهم يقابلونه بالرفض. الفيلم يبرز معالجة اجتماعية لمدى معاناة هذه الفئة من الأطفال في المجتمع وما يتعرضون له من تنمر وتهميش. كما سيدخل الفيلم الوثائقي المتحف هو أيضا ضمن المسابقة للمخرج جمال باشا. ويسرد الفيلم قصة رجل مهتم بجمع مستلزمات التراث الأمازيغي ومن خلاله يهدف المخرج إلى المحافظة على قيم التراث الأمازيغي وتبيان ماهيته. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.